تجمع عشرات الآلاف من الصينيين الخميس في حديقة فيكتوريا العامة بوسط هونغ كونغ إحياء لذكرى قمع السلطات لما سمي بربيع بكين في ساحة تيانمين قبل 26 عاما. وطالب المحتشدون في المستعمرة البريطانية السابقة بديمقراطية حقيقية بعدما شهدته هونغ كونغ توترا بين السلطة التنفيذية المحلية المدعومة من العاصمة بكين وبين المنادين بالديمقراطية وتحقيق العدالة. في يوم الرابع من حزيران من العام 1989 هاجم عساكر الجيش الصيني مدعومين بالأسلحة الثقيلة الحشود التي طالبت بإصلاحات ديمقراطية. وبعد مرور أكثر من ربع قرن لم تعلن الحكومة عن حصيلة رسمية لعدد القتلى الذين سقطوا في ساحة تيانمين، علما أن مجموعات حقوق الإنسان ذكرت أن عدد الضحايا تراوح بين بضع مئات إلى بضعة آلاف.